السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في الدربات المباشر من الملعب البلدي بالقنيطرة، ولقاء الجولة 14 من الدوري الاحترافي إنوي، لقاء غيجمع بعد قليل بين فريقي الجيش الملكي وفريق المغرب التطواني. مباراة قوية ومهمة للفريقين، الجيش الملكي من أجل استعادة الصدارة من فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، والمغرب التطواني الاقتراب أكثر من كوكبة الصدارة لإنهاء شطر الذهب في مواقع ومراتب مشرفة. أمامنا طاقم تحكيم هذه المواجهة، الحكم محمد الحويدري هو اللي غيقود هذا اللقاء بمساعدة عبد الصمد أبرتون وخالد أيت سديد كمساعد ثاني الحكم الرابع ومحمد عفيف. على مستوى تقنية الفار وتقنية الفيديو، محمد البارودي إلى جانبه عصام بن بابا هما اللي غادي يقودوا تقنية الفيديو خلال هذا اللقاء وخلال هذه المواجهة. أبرز غيابات الفريقين ننتظر بداية اللقاء وبداية هذه المواجهة. على مستوى الإحصائيات والأرقام والمعطيات، فالموسم الماضي الجيش الملكي كان انتصر ذهبا بجوج لصفر في ملعب ثاني ترمل، هدف حمزه ايكامان وديني بورغيز، فيما لقاء الاياب كذلك انتصار ديال الجيش الملكي بهدف الهدف واحد ديني بورغيز ورضا سليم. تعطات انطلاقه ديال المواجهه والكره اللي فادت فريق الجيش الملكي. نتمنوا انه تابعوا اللقاء مفتوح بين الفريقين وتابعوا اهداف. اخر فوز لفريق المغرب التطواني بميدان الجيش الملكي كان في ذهب موسم 2020-2021، كسر الهدف مقابل هدفين. في الوقت امامنا محمد علوي اسماعيلي تقع الكره داخل منطقه فرصه راسيه وفرصه الهدف تضيع، فرصه الهدف تضيع. الجيش الملكي كان قريبا بواسطه محمد ربيع حريمات اللي كان بامكانه ان يوضع الكره في الشباك. يبعد الكره من طرف المدافع ياسين شبيره، تعود من جديد لربيع حريمات في الجهه اليمنى. خالد ايتورخان، خالد ايتورخان كيمرر في اتجاه اللعيب احمد حمودان. حمودان شنو يعمل حمودان؟ دخول داخل منطقه الجزاء، دي فرصه سقوط. الحكم كيعطي ضربه جزاء، الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الجيش الملكي. تدخل امام احمد حمودان والحكم يعلن على ضربه جزاء لفائده فريق الجيش الملكي. اذا الحكم محمد الحويدري، الحكم محمد البارودي وعصام بن بابا اللي يطلبوا من الحكم الحويدري انه يتابع الصوره ويتابع اللقطه، وبالتالي الحكم سيبقى اللي حكم اللقاء. دخول داخل منطقة الجزاء كان مضايق من طرف ياسين جبيرة. إذا الحكم اللي ما خداش وقت كثير فإنه يتابع الصورة، وبالتالي غادي ننتظروا الحكم الأخير محمد الحويدري. إذا بعد متابعة الصورة ما كاينش هناك ضربة جزاء، إذا ما كاينش هناك ضربة جزاء وبالتالي ما كاينش هناك خطأ. أمامنا اللاعب أحمد حمودان، حاتم الصوابي، محمد مفيد، احمد حمودان. حمودان انطلاقه في الجهه اليمنى، احمد حمودان شنو يعمل؟ حمودان دائما محتفظ بالكره. احمد حمودان رفع الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه والهدف، هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي، هدف اول بواسطه حمزه ايكامان اللي تابع ضربه بقص ممتازه من امين زحزوح. تصل الكره لحمزه ايكامان اللي تمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق الجيش الملكي الذي ينجح في حدود الدقيقه 38 من الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الاول لحظه رده فعل ديال المدرب التونسي نصر الدين النابي، والفرحه الكبيره ديال لاعبي فريق الجيش الملكي. غادي نتابعوا هذه المحاوله، ترفعت الكره من حمودان ضربه بقص من امين زحزوح. جولة أولى فريق الجيش الملكي كيتبنى وتاح له فرص. في الوقت الحكم محمد حويدري يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الجيش الملكي بهدف للا شيء، هدف حمزة إيكامان. الجيش الملكي اللي يضغط بقوة على دفاع فريق المغرب التطواني من أجل الوصول لمرمى الحارس يحيى الفيلالي. أمامنا الإحصائيات الأرقام والمعطيات، لأنه قدم الآن تعليمات ونصائح للاعبين. سنتابع كيف ستترجم فوق أرضية الملعب. وتعطت انطلاقة لهذه الجولة الثانية، الكرة اللي فادت فريق الجيش الملكي، كرة طويلة من طرف اللاعب والمدافع زوير مرور على مستوى الجهة اليمنى أحمد حمودان. انطلاقة ديال أحمد حمودان، حمودان جاد يعمل محاولة مراوغة، الحكم كيقول شرط لفائدة فريق المغرب التطواني. الحكم المساعد اللي كيقول بأن الكرة بعد ما غادرات لمست أحمد حمودان. حمزة إيكامان ممتاز، إيكامان لعب الكرة عند أمين زحزوح، زحزوح مراوغة أمين زحزوح البحث عن التسديد، تسديدة فرصة
هدف ولا أجمل ولا أروع لفريق الجيش الملكي. أمين الزحزوح بتسديدة قوية ترتطم الكرة بالقائم الأيمن وتعانق شباك الحارس يحيى الفيلالي. هدف جميل في هذا فريق الجيش الملكي، تسديد للمرمى، يبقى حل من الحلول خلال هذا المواجهة. وأمين الزحزوح أكيد يعني بطريقة ممتازة لاحظوا تقريبا 35 متر يسدد الكرة تعانق شباك. زوير مارور، أمين زحزوح ممتاز. إيمانويل شموي، إيمانويل جاد يعمل رفع الكرة داخل منطقة الجزاء لخالد أيتورخان، مراوغة ممتازة، فرصة ومرت فوق المرمى. خالد أيتورخان مراوغة ممتازة، تمويه كما تابعنا داخل منطقة الجزاء. لاحظوا التمريرة ديال إيمانويل خالد أيتورخان، لاحظوا المراوغة بالرجل اليسرى والتسديدة بالرجل اليمنى بالنسبة للفريق المغرب التطواني. مشات الكرة عند فتح دراف، هذه فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي. لامين دياكيتي لربيع حريمات، تصل ليوسف عربيدي شو بدي يعمل، رفع الكرة، فرصة الرأسية والكرة في القائم والهدف الثالث. هدف ثالث لفائدة فريق الجيش الملكي. عفتاح دراف اللي دخل منذ قليل يتمكن من وضع الكرة في الشباك، وهدف ثالث لفائدة فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي الذي يتمكن مرة أخرى من الوصول لمرمى الحارس يحيى الفيلالي. سنتابع هذه المحاولة وسنتابع هذه الفرصة. ترفعات الكرة بشكل ممتاز من يوسف عربيدي، هنا الرأسية، الكرة ترتطم بالعارضة وافتح دراف في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. تمنى طويلة في اتجاه اللاعب بابي ساباجي، كرة بالرأس ولكن كرة أقرب للحارس وتأتي صافرة الحكم محمد الحويدري لتنهي أطوار هذه المباراة بفوز فريق الجيش الملكي بثلاث أهداف ليلا شيء. هدف حمزة إيكامان، أمين زحزوح وعفتاح دراف، وبالتالي اعتلاء صدارة الدوري الاحترافي إلى جانب فريق الرجاء